وبهذه المناسبة الاختتامية لأعمال منتدى الشباب الإفريقي، قدم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خطابا لخصه لنا الزميل أحمد. الخطاب الختامي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الراعي الرسمي لمنتدى شباب أفريقيا الذي عقد في أنجمينا من 29 إلى 30 من يونيو، عبر فيه الرئيس عن شعوره العميق لنجاح المنتدى، حيث شكر كل الوفود التي شاركت ووصفه بالعمل التاريخي الأول من نوعه والمخصص للشباب وحياهما على ذلك، وقال إنه تعهد جماعي ليس لشباب اليوم فقط بل لجيل المستقبل، وإن توصياته تقف أمام التحدي وهو ضروري لتطوير أفريقيا. وصف الرئيس الشباب بسفراء القارة وأشاد بمستوى التفكير والأسئلة التي طرحت والتبادل والتشاور الذي تخلل برنامج المنتدى، وهي خطوط عريضة للقادة الأفارقة للعمل بها، وأن التوصيات المقدمة تعتبر له ولنظرائه القادة الأفارقة رمزا قويا لرفع التحدي المتمثل في الصحة، التدريب المهني، العمل، استغلالية المرأة والشباب، السلام والأمن والهجرة وهلم جرة، وإن مستقبل القارة بسواعد أبنائها، وإنه سينقل التوصيات إلى القادة الأفارقة في القمة القادمة. ومرافقتهم للقادة في القمة ليشهد على ذلك. أنجمينا هي البداية، وهناك منتديات أخرى ستشهدها القارة لتضاف ثمراتها إلى ثمار منتدى أنجمينا. وفي الختام شكر الرئيس الشركاء الذين ساهموا وحضروا المنتدى ووقفوا من أجل إنجاحه، وتمنى عودة حميدة للوفود إلى ديارهم.